أدى تساقط الأمطار الرعدية في الجزائر إلى موجة من الفيضانات والسيول التي تسببت في خسائر بشرية ومادية كبيرة في عدد من الولايات، أبرزها المدية والمسيلة الشمالية البلاد. وبينما أعلنت الحماية المدنية استنفارها في هذه المدن لإنقاذ العالقين وإغاثة المنكوبين، انتشرت يوم أمس مقاطع فيديو تفاعل معها الجزائريون بشكل كبير جدا، وهي مشاهد تحبس الأنفاس وتظهر كيف تم إنقاذ أحد الأطفال من الموت المحقق بعد أن علق في أحد السيول. الطفل يبلغ من العمر 13 عاما، هذا هو الطفل، وقد جرفته السيول في وادي شعير التابع لولاية المسيلة، لتبدأ بعضها نداءات الاستغاثة التي لبتها قوات الحماية المدنية. وقد انتشر فيديو الإنقاذ بشكل كبير على السوشيال ميديا في 24 ساعة الأخيرة. نشاهد. رغم شجاعة قوات الحماية المدنية في إنقاذ الطفل، فإن الكثير من التعليقات وردت بشأن طريقتها وحجم الاستعداد لمواجهة مثل هذه الكوارث. لنأخذ التعليق، وبعد التعليقات نبدأ من حسين الذي غرد في هذه التعليق في هذه التغريدة: أين إمكانيات الدولة من وسائل التدخل المملوكة للحماية المدنية والجيش من حوامات الأنقاض، ونحن نعيش في هذه الأيام تقلبات جوية، كان الأجدر تفعيل مخطط الكوارث. أما أمير فكتب في هذه التغريدة: لو كان التدخل بالمروحية الأمر لا يستغرق ربع ساعة ولكن. وتعليق من نزيهة: ألف تحية للنساء ورجال الحماية المدنية الذين يضحون بأرواحهم لإنقاذ المنكوبين، لكن ألا يستحقون ظروف أفضل للعمل بها؟